السلام عليكم شلونكم شخباركم يا ربي كلكم تكونون بخير وبصحة وبسلامة رجعت وياكم في الجزء الثاني والأخير من باترون هاي القطة الجميلة في الجزء الأول كملنا بالباترون الرأس زائد الأذن اليوم راح نشتغل الأقدام الجسم والأيدي فراح تكون الجزء الأخير بإذن الله فهسه مباشرة نبتدي بباترون القدم يعني راح نجيب خيط لون البني وعلى نفس السدارة اللي هي رقم اثنين. بسم الله نسوي عقدة البداية. زين من بعد ما سويت عقدة البداية ارتفع اربع سلاسل. واحد اثنين ثلاثة زائد اربعة. من بعد ما ارتفعت اربع سلاسل السلسلة الاخيرة راح اتركها ادخل سدارتي في السلسلة الثانية واسحب الخيط واشتغل تزايد. هاي اول حشو في نفس المكان الحشوة الثانية سوينا تزايد في السلسلة اللي بعدها اشتغل حشو فردي وصلت إلى آخر سلسلة في آخر سلسلة اشتغل أربع حشوات في نفس المكان هاي واحد زائد اثنين ثلاثة وأربعة اشتغلت أربع حشوات بالإتجاه الثاني أشتغل حشو واحد فقط وصلت إلى آخر سلسلة اللي من البداية مشتغلين عليها غرزتين حشو أيضا راح أشتغل عليها تزايد هاي واحد زائد اثنين تمام بنات كملنا السطر الأول حاليا عدد الغرز عشر حشوات من الزوايا عندنا أربعة على أربعة صارت ثمانية من الوسط عندنا حشو واحد على حشو واحد يعني عشر حشوات فقط. زين على مود ننتقل الى السطر الثاني راح نسوي منزلقه بنات اوكي ما راح نشتغلها على شكل حلزوني نسوي منزلقه نرتفع السلسله مجرد الارتفاع وندخل الى السطر الثاني في السطر الثاني نبتدئ بتزايد تمام بنات ابتدأنا بتزايد وغرزتين حشو في نفس المكان وراها اشتغل حشوتين فردية واحد زائد اثنين من بعد ما اشتغلت غرزتين حشو وصلت الى الزاوية او الى قسم الامامية في قسم الامامي اشتغل اربع تزايدات بعض هاي اول تزايد زائد ثاني تزايد و ثالث تزايد زائد رابع تزايد اشتغلت اربع تزايدات في قسم الامامي نلف الخيط ونشتغل غرزتين حشو فردية واحد زائد اثنين تبقى عندي غرزة حشو واحد فقط اشتغل عليها تزايد غرزتين حشو في نفس المكان كملت سطر الثاني حاليا عدد الغرز 16 غرزة حشو على مود ننتقل الى سطر الثالث لازم ناخذ فقط الحلقة الخلفية من الغرزة اسحب الخيط واشتغل منزلقة ارتفع السلسلة مجرد الارتفاع واشتغل سطر ثابت لكن بنات في الحلقات الخلفية اوكي اكمل هاي الدور حشوات ثابتة في الحلقات الخلفية وهاي اخر غرزة كملنا السطر الثالث كانت حشوات ثابتة هسا ايضا نسوي منزلقة ارتفع السلسلة مجرد الارتفاع وراها اشتغل سطرين من الحشوات الثابتة يعني سطر الرابع والسطر الخامس تكون سطور ثابتة وداخل الحلقتين تمام مو في الحلقات الخلفية أنا أكمل سطرين من الحشوات الثابتة وأرجع لكم كملت بنات سطرين من الحشوات الثابتة هسا نسوي منزلقة وندخل إلى سطر ستة في سطر السادس راح نشتغل واحد زائد اثنين ثلاثة وأربعة أربع حشوات فردية وصلت إلى قسم الأمامي في قسم الأمامي أشتغل أربع تناقصات واربعة كل حلقتين الأمامية أخذهم ونسوي بيهم تناقص نقول واحد أيضا حلقتين الأمامية هاي اثنين أيضا ثلاثة زائد أربعة أربعة تناقصات في قسم الأمامي يتبقى أربع حشوات أشتغلها فردي واحد اثنين ثلاثة زائد أربعة كملنا السطر السادس في سطر السادس اشتغلنا أربع تناقصات في قسم الأمامي وحاليا عدد الغرز 12 غرزة حشو زين ندخل إلى سطر السابع في سطر السابع راح أشتغل خمس حشوات واحد اثنين, اثنين اثنين هاي ثلاثة أربعة زائد خمسة اشتغلت خمس حشوات فردية في قسم الأمامي اشتغل تناقص واحد فقط تمام أسحب الخيط وأكمل التناقص من بعد التناقص أيضا يتبقى خمس حشوات اشتغلها فردي واحد اثنين ثلاثة أربعة عفوا أربعة زائد خمسة تمام السطر السابع اشتغلنا تناقص واحد فقط يعني خمس حشوات تناقص خمس حشوات وحاليا عدد الغرز إداعش غرزة حشو ندخل إلى سطر الثامن سطر الثابت راح أشتغل سطر ثابت بدون تزايد وبدون تناقص واحد اثنين زاد إداعش سطر ثابت كانت سطر ثابت إذا عش غرزة حشو لكن غرزة رقم إذا عش ما راح أكملها على مود أدخل خيط الجسم تمام الجسم بأي خيط اشتغلوها راح أدخلها بسم الله نسحب خيط الجسم على الخيط البني أربط هاي الخيوط مع بعضها من بعد ما ربطت الخيوط خيط البني أقصه خلاص ما راح نحتاجه دخلنا خيط البشرة في خيط البشرة راح اشتغل ست سطور من الحشوات الثابتة شوفوا نسوي منزلقة. عفوا نسوي منزلقة. عندنا اذا عش غرزة حشو راح نرتفع ست سطور من الحشوات الثابتة بدون تزايد وبدون تناقص تمام يعني من السطر التاسع الى سطر ال عشر تكون سطور ثابتة ولا ننسى في هاي الاثناء نخلي بها قطن نخلي بيها قطن كل زين. ادي آه، ارتفع ست سطور واخلي بيها قطن وارجع لكم باذن الله كبلت بنات ست سطور من الحشوات الثابتة اذا هاي كانت اول قدم نسوي مو زليقة وتقصون الخيط اوكي اذا كانت هاي اول قدم لكن اذا كانت القدم الثاني فما راح تقص الخيط على مود الخيط راح نربط القدمين زين على اول غرزة سوينا مو نقول واحد حزبوها وياي يعني. غرزة اللي بعد اثنين زائد ثلاثة وأربعة تمام؟ سوينا بنزلقات أنا بود نوصل لوسط القدم فقط لا غير. وراها ارتفع واحد اثنين ثلاثة ثلاث سلاسل أجيب القدم الأول. زين هذا القدم الأول وهذا مكان التقفيلة المنزلقات صح؟ أحسب قبلها شوفوا هذا مكان المنزلقة الأولى ما أحسبها. الغرزة اللي بعدها أقول واحد اثنين ثلاثة أدخل سنارتي مباشرة واسحب الخيط واشتغل غرزة حشو يعني بالضبط صارت وسط القدمين زين من بعد ما اشتغل غرزة حشو احسبها اقول واحد زائد اثنين وثلاثة وصلت الى مكان العلامة هاي اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة زاد إحدى عشر على كل قدم بدي إحدى عشر غرزة حشو صح؟ كملت الأول قدم اللي هي إحدى عشر غرزة حشو قبل ما أروح للسلاسل دائما شنسوي ندخل لهاي الغرزة نسحب الخيط فقط وراها نروح على أول سلسلة حتى بيتكون عندنا فراغ تمام؟ وأشتغل غرزة حشو أقول أول حشو على السلسلة هاي الثاني زائد ثالث حشو أيضا نكرر نفس الشيء نأخذ الخيط وندخل بالغرزة نفسها ونسحب الخيط هاي الحشوة الثالثة على السلاسل هسا نروح على القدم على القدم عندنا إيد عش واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية شوفوا هنا عندنا المنزلقات نشتغل تحت المنزلقات هاي تسعة عشرة زائد إذا عشر غرزة حشو على قدم الثانية زين وصلنا إلى السلاسل عندنا ثلاثة نشتغل عليهم ثلاث حشوات هاي أول غرزة حشو الثانية زائد ثالث غرزة حشو كملناها بنات ربطنا القدمين شوفوا نعدلها ونشوف اتجاهها صحيح ولا لا شوفوا ايش مرتبة وجميلة كم ربطنا القدمين بثلاث سلاسل وعلى كل قدم كان عندنا احدى على 11 وثلاث سلاسل بالقسم الامامي والظهري فحاليا عدد الغرز ثمانية وعشرين غرزة حشو زين راح اسوي هنا بوزليقة شوفوا انا اول نقطة اسوي بوزليقة ما راح نشتغلها على شكل حلزوني ونرتفع السلسلة مجرد الارتفاع واشتغل ثلاثة سطور من الحشوات الثابتة بدون تزايد وبدون تناقص المبتدئات تقدرون هنا تخلون علابة انا اكمل ثلاثة سطور عدد الغرز اتأكدوا لازم يكون 28 غرزة حشو انا اكملها بنات وارجع لكم كبلت بنات ثلاثة سطور من الحشوات الثابتة آخر غرزة بالسطر الثالث ما راح أكملها بنفس اللون على بود أدخل لون الأبيض لون البلوزة أسحب الخيط عليها وأسوي منزلقة على أول نقطة هنا قبل ما نبدي بالشغل لازم نربط هذا الخيطين مع بعض بعد ما ربطت الخيوط خيط الجسم راح أقصه خلاص ما احتاجه بسم الله دخلنا خيط الأبيض أسوي منزلقة أرتفع سلسلة وراها أرتفع أربع أسطور من الحشوات الثابتة بدون تزايد وبدون تناقص لا يزال عدد الغرز ثمانية غرزة حشو بلون الأبيض أكمل الأربع أسطور وأرجع لكم كملت بنات أربع أسطور بخيط لون الأبيض وأيضا آخر غرزة راح أكملها على بود أدخل خيط بلون. اي خيط انتو تحبوه اي لون دخلوها نسحب الخيط ونجي نربط هذا الخيطين مع بعض لكن الخيط الابيض ما راح نقصه اوكي فقط نربط هذا الخيطين على بود بعدين نرجع ونشتغل بخيط اللون الابيض دخلت خيط البلون وايضا بهذا الخيط راح اشتغل سطر واحد من الحشوات الثابتة لا يزال عدد الغرز 28 اشتغل سطر واحد فقط وكملت سطر ثابت آخر ما براحة أكملها بنفس اللون على مود أرجع خيط الأبيض بسم الله تمام وأيضا هذا الخيط الملون ما راح نقصه على مود نرجع نشتغل به نسوي منزلقة على أول نقطة نرتفع السلسلة مجرد الارتفاع بخيط لون الأبيض راح أشتغل واحد اثنين ثلاثة أربعة زائد خمسة خمس حشوات فردية وتناقص، تمام؟ أكررها إلى نهاية السطر لمدة أربع مرات، خمس حشوات زائد تناقص. كملت بنات خمس حشوات زائد تناقص لمدة أربع مرات اشتغلناها، وحاليا عدد الغرز أربعة وعشرين غرزة حشو. نسوي منزلقة، نرتفع السلسلة ونشتغل سطر واحد من الحشوات الثابتة بدون تزايد وبدون تناقص. عندي أربعة وعشرين اشتغل دور واحد فقط من الحشوات الثابتة وهاي آخر غرزة من السطر أيضا ما راح أكملها على مود أرجع خيط الملونة تمام أسوي منزلقة بهذا الخيط وأرتفع السلسلة وأشتغل سطر واحد من الحشوات الثابتة بدون تزايد وبدون تناقص وهاي آخر غرزة من السطر ايضا ما راح اكملها على بوت ارجع خيط الابيض زين رجعت خيط الابيض بخيط لون الابيض اشتغل سطرين من الحشوات الثابتة ولا يزال عدد الغرز اربعة وعشرين غرزة حشو اكمل سطرين وارجع لكم كملت بنات سطرين بخيط لون الابيض اسوي منزلقة ارتفع السلسلة مجرد الارتفاع وخلاص كملنا بالباترون الجسم اترك خيط طويل للخياطه تمام لكن الخيط البلور ما اترك خيط طويل قصيره اسحب الخيط اجي اربط هذا الخيطين مع بعض تمام وهذا الخيط البلور ادخلها لداخل الجسم وبهاي المرحله ضروري نخلي بيها قطن كملت بنات من باترون الجسم خليت بيها قطر كل زين شوفوا شقد حلوه وبسيطة وسهلة. زين، نتركها على صفحة. هسة راح نشتغل باترون اليد. نجيب خيط البشرة اللي اشتغلنا بها الجسم. تمام؟ بسم الله نسوي دائرة سحرية. في داخل الدائرة السحرية ست غرز حشو. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. زائد ستة ست حشوات اسحب الخيط الى ان تبقى الدائرة تماما، هنا ايضا نسوي منزلقة بنات بنشتغلها على شكل حلزوني لين ادى تبديل الالوان، سوي منزلقة نرتفع السلسلة لمجرد الارتفاع، احنا حاليا راح ندخل الى سطر الثاني، في سطر الثاني راح نشتغل حشو فردي، غرزة اللي بعدها راح تكون تزايد، حشوتين في نفس المكان. أيضا أكررها حشو فردية غرزة لي بعدها تزايد أكررها للمرة الثالثة والأخيرة حشو فردية غرزة لي بعدها تزايد تمام السطر الثاني كانت عبارة عن حشو زائد تزايد وحاليا عدد الغرز تسع حشوات نسوي منزلقة على أول نقطة نرتفع لسطر الثالث في السطر الثالث تكون سطر ثابت بدون تزايد وبدون تناقص وهاي الغرزة التاسعة تمام كملت سطر ثابت غرزة تاسعة ما راح أكملها أنا مود أدخل خيط البلوزة يعني لون الأبيض أنتوا البلوزة بأي لون اشتغلتوها دخلوا الخيط في هاي الأثناء نجي نربط هذا الخيطين مع بعض وأقص الخيط البشرة خلاص حاليا خيط لون الأبيض على السنارة أسوي منزلقة وأرتفع تس أسطور من الحشوات الثابتة بدون تزايد وبدون تناقص لا يزال عدد الغرز تس حشوات نرتفع عليهم تسع أسطور من الحشوات الثابتة أنا أكمل تسع أسطور باللون الأبيض وارجع لكم كبلت بنات تس أسطور من الحشوات الثابتة أنا أسوي منزلقة ارتفع السلسلة مجرد الارتفاع اترك خيط طويل للخياطة خلاص زين اليد نجيب قطن كبير قليلة فقط هاي القسم نخلي بيها قطن نجيب ظهر السدارة نسحب الخيط لداخل هل قد كافي بنات شوفوا هذا القسم لون الابيض تبقى فارغة تمام فقط قسم التحت خلينا بيها قطن واكيد بالباترون اليد تسوون اثنين راح نخلي اليد على صفحة هسا شو نسوي كملنا من كل شيء نجيب الرأس وتجيب الجسم تمام هسا راح نخيط الرأس مع الجسم شوف اللوج طول حلوة مع اليوم الإضاءة مو زينة بسبب الأمطار نجيب هذا الأبرة الكبيرة على بود تثبيت الجسم مع الرأس تمام فقط هيك اثبتها على بوت تسهل لي الخياطه زيد خليت خيط الجسم على الابره وابتدي بالخياطه الخياطه شلون خيطها بنات شوفوا هذول القطن ادخلهم للداخل شوية اعطيها مسافه حتى تكون واضحه لكم شوفوا هذا الخيط الابره ادخلها بالغرزه واطلعها بصفحه بهاي الطريقه زين اسحب الخيط واجي على الراس مباشره غرزه الامام من الراس اسحب الخيط واجرها هسه انزل للجسم من هذا المكان اللي طلعت منه الخيط ادخل الأبروماتي مره ثانيه واطلعها من الغرزه الثانيه تمام واسحب الخيط همينه ادخل للغرزه الثانيه من الراس ونجر الخيط وهيجي نبتدي بالخياطة ان شاء الله تكون واضحة مرة ثانية ندخل لغرزة عفوا ندخل لهاي الغرزة ونسحب الخيط صارت عقدة إهدادة سبحان الله تفتحة افتحها واسحب الخيط هسه اجي على الجسم مره ثانيه اخذ الغرزه بصفحه واجر الخيط اول ما اسحب الخيوط هيك شويه اجرها تمام وادخل للراس وهكذا بنات ابتدي بخياطه غرزه غرزه ما اترك ولا غرزه الى ان اكمل بالخياطه الراس والجسم لكن اثناء نكمل كبل الخياطة كلها نترك مسافة من من الفتحة على إذا حسينا يحتاج القطن الجسم والرأس نخلي به قطن. تمام مو هسة قبل ما ننهي الخياطة كملت بنات بخياطة الرأس شوفوا إيش قد حلوة ومرتبة هسة إجا وقت نخيط اليد بسم الله اليد هيجي نطبقها ونبتدي بالخياطة ناخذ القطعتين مع بعض وهاي الغرزتين بدنا ايضا ناخذها ونخيطها دفن هاي الزاوية ايضا نسحبها نجي لأول نقطة ونطلع من اتجاهها الثاني على نخيط هاي الزاوية لأن الخيط كان في الوسط صح؟ ف نخيط القسمين دائما خياطة اليد تكون كلش مريحة وسهلة فقط خياطة الأذن يراد للتركيز مع الرأس أما اليد تكون الخياطة مالتها سهلة كملنا من خياطة اليد الخيط الثانية على نفس الطريقة كبلت بنات بخياطة اليد أيضا تبقى آخر شيء وهو البدلة نخليها على صفحة وتجيب خيط لون الحذاء تكرمون الحذاء بأي لون اشتغلتوها نشتغل البدلة بنفس اللون وأكيد اختيار الألوان حسب رغبتكم بسم الله نسوي عقدة البداية من بعد عقدة البداية ارتفع 16 سلسلة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر اثنا عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر زائد ستة عشر ارتفعت ستة عشر سلسلة أرتب السلاسل وأجي لأول نقطة أسوي منزلقة قفلنا الحلقة أرتفع السلسلة مجرد الارتفاع أدي ستة عشر سلسلة على كل سلسلة أشتغل حشو واحد فقط يعني في نهاية السطر راح أحصل على 16 غرزة حشو وهاي غرزة 16 اشتغل 16 غرزة حشو هذا الخيط خلاص ثبتناها القصة تمام زين إذا كانت هاي أول حلقة عندكم تجون لأول نقطة عفوا تسوون مزلقة لكن أنا مسبقا كملت أول حلقة قصيت الخيط القطعة الثانية ما راح نقص الخيط على مود هسه مباشرة نربط القطعتين واني اعتذر على صوت السيارات ايه بدون ما ارتفع السلسلة بنات مباشرة من مكاني سويت منزلقة اجي لي اول نقطة شوفوا هذا نقطة اللي قصينا الخيط اسوي منزلقة هنا أنا. ارتفع السلسلة مجرد الارتفاع واشتغل حشو عندي 16 على 16 يعني 32 غرزة حشو أشتغلهم حشوان ثابتة داير بداير القطعتين لمدة 6 سطور تمام 6 سطور أنا أشتغل حشوة ثابتة داير بداير القطعتين تمام ما يحتاج أني أشتغلها وياكم عندي 16 على 16 32 أرتفع عليهم 6 سطور أني أكمل 6 سطور وأرجع لكم بإذن الله كملت بنات ست سطور من الحشوات الثابتة هسا أجي ألبس للقطة بعد ما لبسناها بنات راح أجي أشتغل سطر من المنزلقات تمام هاي الألوان طلعها ما إذا أنتوا اشتغلتوها على شكل منزلقة هم يصير بنات يعني ما خليته أنا أنا اشتغلت على شكل حلزوني نسوي مزلقات إلى نهاية السطر بدون ما نطلع البدلة على القطعة تمام على كل غرزة نسحب الخيط والزليقة شوفوا نسحب الخيط والزليقة إلى نهاية السطر وصلت الى اول نقطة هنا أنا اجي لأول منزلقة لكن ادخل بالغرزة واسوي منزلقة ثانية خلاص اقص الخيط على مسافة شوية طويلة واسحب الخيط هاي بعدين راح نخفيها هسه راح نجي نشتغل هذا القطعة الامامية اللي يتكون من ست غرز حشو ادخل هيجي تحت المنزلقات لكن قبلها بنات لازم اكون القطعة هاي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة هنا تجي فهي مضبوطة صح زين انتو بنظركم جيبوها على الوسط البدلة نسحب الخيط ارتفع السلسلة مجرد الارتفاع في نفس المكان اشتغل غرزة حشو اقول واحد زائد اثنين. اثنين اثنين ثلاثة أربعة خمسة زائد ستة ست حشوات هذا الخيط خلاص أقصه ثبتناها تمام ست حشوات ارتفع السلسلة مجرد الارتفاع وأقلب القطعة وأيضا اشتغل سطر واحد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة زائد ستة تمام خلاص يتكون من سطرين هاي الجزء الأمامية ارتفع من مكاني واحد اثنين ثلاثة شدوا ايدكم أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر اثنا عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر وراها أرجع ألبسها ستة أشتغل بقى السلسلتين سبعة عشر ثمانية عشر تمام بنات سلسلة مضبوطة أقص الخيط على مسافة شوية وأسحب الخيط هاي بعدين هنا أنا أخيطها أجي لهاي الزاوية الثانية لكن قبل ما أوصل لهاي الزاوية أجي لغرزة اللي قبلها أسحب الخيط تمام

خلاص ما لنا شي بنات شوفوا البدلة هيجي صارت بالجزء الأمامي هسه شو آخذ هاي الحمالات وأسويها على شكل أكس من الظهر وأبتدي بالخياطة هنا أقدر أقول لكم وصلت إلى نهاية الفيديو الحمد لله كملنا جميع الخطوات أتمنى يعجبكم الشرح والفيديو تكون واضحة ومفهومة للجميع أحبكم كل هوايه إذا أعجبكم الباترون سولي لايك كوفيد الله يسعدكم ويجبر بخاطركم مع السلامة انتظروني بفيديوهات وبباترونات جديدة في أمان الله